جماعة اليوم راح اوريكم احد اهم التشارتات اللي تحطوا عينكم عليها، هذا نفس التشارت اللي في الواقع ما اخطا ابدا في السابق، لما كان يرتفع هذا التشارت ففي العاده كنا دائما نشوف الاصول ترتفع بشكل كبير جدا، جماعة هذا هنا مقرر له ومقدر له بانه يرتفع، راح اتكلم مع عن ايش معنى هذا الشيء للبيتكوين ولاصولنا بشكل عام فتاكدوا بانكم تظلوا معايا من بداية الى نهاية هذا الفيديو، مرحبا بكم مرة اخرى اسمي منصور اقدم لكم فيديوهات عن العملات الرقمية كل يوم واعلمكم كيف تحصلوا الأرباح من هذا السوق اذا انت جديد على هذه القناه اضغط على زر الاشتراك وفعل الجرس الان طيب ندخل هنا بشكل سريع ونتكلم عن الأشياء اللي تحصل على المدى القصير مرة أخرى حصلنا هنا على انخفاض إلى حافة الخط البني في الأسفل حصلنا على ارتفاع مرة أخرى والآن نحاول إنه إحنا نضل فوق حافة الخط البني في الأعلى وحصلنا على محاولة مرة أخرى أمس إلى الخط البرتقالي في الأعلى ولكن أعتقد بأنه هذه هنا فقط مسألة وقت إلى أن نكسر فوق هذا الخط فهذا هنا كله جيد ما في شيء تغير على فريم الأربع ساعات نستنى إنه إحنا نحصل هنا على الحركة الحاسمة للأعلى وفي رأيي هذه هنا فقط مساله وقت على هذا التشارت لسه في عندنا خط المقاومه حاليا عند 65500 دولار اذا شفنا على الفريم اليومي والموفينج افريجز فتقدر تشوف بانه احنا لم نعد هنا فوق هذا الخط الاخضر اللي هو خط الموفينج افريج 200 تقدر تشوف بانه هذا الخط رفض السعر عده مرات، حصلنا على شمعة واحدة ارتفعت فوق هذا الخط ولكن الشمعة اللي بعدها على طول هبطت اسفل الخط، والان نواجه هذا المستوى كمستوى مقاومة ونحاول بانه نكسر فوق هذا الخط، هذا هو الوضع الان للبيتكوين، ولكن لازم نبعد ونشوف على بعض التشارتات المهمة اللي تحصل الان، وليش احنا على وشك انه نوصل ومستعدين للدخول في ارتفاع هائل للبيتكوين، اول شيء في الاسواق التقليدية، هذا اول شيء عايز اتكلم عنه هنا في الاسواق التقليديه وصلت الى اعلى قمه جديده هذه الشمعه الان في اعلى مستوياتها على الاطلاق ولكن خلونا نشوف كيف راح تغلق هذه الشمعه اليوميه فاليوم بالفعل حصلنا هنا على اعلى قمه للاسواق التقليديه وهذا هنا شيء جيد جدا للبيتكوين كمان ليش هذا شيء جيد للبيتكوين لانه التوافق بين العملات الرقميه وسوق اسهم امريكا حاليا يعتبر ب 67% وهذا يعتبر ثاني اكبر مستوى على الاطلاق نعم البيتكوين ما كان أداؤه جيد مؤخرا لما الاسواق التقليديه كانت ترتفع فالبيتكوين كان يبدو بانه متاخر ولكن التوافق في هذه الحاله يعني انه لما الاسهم ترتفع فالبيتكوين كمان يرتفع ومعنى هذا الشيء هو اعتقد انه حتى على الرغم من انه البيتكوين نعم ما يرتفع بنفس الارتفاع اللي احنا متوقعينه الا انه لسه يتبع الاسواق التقليديه ولسه متوافق مع الاسواق التقليديه واذا حصلنا على هبوط في الاسواق التقليديه فالبيتكوين كمان يميل بأنه ينخفض ف67% والمرة السابقة اللي كنا فيها أعلى من هذه النسبة كانت في الربع الثاني من سنة 2022 كنا عند 72% والآن اللي تزداد وتنمو فيه شهية المخاطرة التدفق المالي يزداد إلى سوق الأسهم وسوق الكريبتو بشكل كبير جدا هذا هنا التشارت اللي يوضح هذا الشيء ونعم تقدروا تشوفوا بأنه التوافق حاليا عند مستويات عالية جدا وبالذات مؤخرا كان مرتفع بشكل كبير بمعنى أنه لما الأسهم ترتفع فالبيتكوين كمان يميل, يميل بأنه يرتفع ولكن في رأيي البيتكوين لسه متأخر ولسه راح نشوف الانفجارات الكبيرة للأعلى في البيتكوين وهذا راح يكون شيء رائع جدا طيب غير كذا في عندنا كمان اليوم لاحقا راح يكون في خطاب من قبل جيرم باول فالسوق بالكامل راح يكون مراقب هذا الشيء وراح يراقبه وراح يتابعوا خطابه وراح يسمعوا ايش اللي راح يقوله واعتمادا على الاشياء اللي راح يقولها فاكيد راح تاثر على سعر البيتكوين وكمان على السوق بشكل كامل فهذا معناته لازم الكل يكون حذر اليوم لانه ممكن يكون في تقلبات لاحقا اليوم طيب بعد كذا في عندنا هذا التشارت هنا اللي نشوفه الان وهو سعر البيتكوين باللون الاسود وبعد كذا في عندنا الكاستم اندكيتر مؤشر الكاستم اللي هو باللون البنفسجي وهذا معناته اعتمادنا على مؤشر الوقت كم كميه الناس اللي مستعدين ان هم يبيعوا البيتكوين تبعهم عند نقاط معينه من ناحيه الوقت اللي تقدر تشوفه هنا وهو انه في العاده لما هذا المؤشر يرتفع لما يكون الناس مستعدين بانه يبيعوا البيتكوين تبعهم فنميل بانه نحصل على قمه محليه للبيتكوين تقدر تشوف هذا الشيء هنا عده مرات دائما لما كنا نحصل على هذا الارتفاع فنميل بانه نحصل هنا على قمه محليه او قمه بدائيه وفي الواقع هذه هنا كانت القمه في عام 2017 وكمان تقدر تشوف القمة في عام 2019 هنا كمان حصلنا على ارتفاع وكمان في عام 2021 حصلنا هنا على هذا الارتفاع في هذا المؤشر هذه هنا كانت أول قمة في عام 2021 حصلنا هنا على الارتفاع وبعد كذا في القمة السابقة اللي حصلنا عليها في أعلى قمة مؤخرا حصلت عند 73 ألف دولار حصلنا على هذه القمة أو هذا الارتفاع الهائل من هذا المؤشر فاللي عايز اوريكم اياه هنا بانه هذا تقدر تشوف باللون الازرق باللون البنفسجي هذا المؤشر هنا لسه بعيد جدا من القمه وبعيد جدا من المستويات اللي كان عندها في السابق فهذا هنا يوضح ويقول بأنه لسه في مساحة كبيرة للبيتكوين علشان يرتفع قبل أن نحصل هنا على هذه القمة من هذا المؤشر فهذا هنا شيء مهم جدا لازم الواحد كمان يستمر بمراقبته وكمان راح أستمر بأن أعطيكم تحديثات عن هذا المؤشر طيب كمان عايز أتكلم عن هذا المؤشر لأنه هذا هنا أهم تشارت على الإطلاق هذا هنا يوضح الـ M2 Money Supply بمعنى كمية الدولارات الموجودة في السوق يعني كم كمية الأموال اللي في الواقع موجودة في النظام وإحنا عارفين بأنه في خلال السنة الماضية أو السنوات الماضية السنتين الماضيتين كان في حالة هبوط بعد التحفيز الكبير اللي حصل في وقت الكوفيد في أبريل 2021 حصلنا على هذه القمة في طباعة الأموال وبعدها شفنا بأنه معدل الفائدة ارتفع والبالانس شيت للفيدرالي بدأت بالانخفاض ولكن شوفوا الآن جماعة إذا بعدنا فلسه تقدر تشوفوا انه هذا المؤشر هنا لسه في هذا الارتفاع حاليا طبعا احنا عند مستويات عالية واعتقد بانه هذا هنا راح يستمر بالارتفاع لانه الان بدأنا نشوف معدل الفائدة ينقص وبالتالي هذا الشيء راح يرفع معدل السيولة في السوق وليش هذا هنا الشيء مهم جدا لانه كلما كان في اموال اكثر في السوق كلما هذا الشيء رفع الاصول هذا الشيء دائما يحصل في السابق دائما لما هذا التشارت يرتفع وبالمناسبة تقدروا تشوفوا هذا هنا شيء واضح جدا ترند واضح جدا هذا هنا يرجع إلى الستينات 1960 تقدر تشوف حتى ولو شفنا على التسعينات فهذا هنا بشكل واضح جدا ترند صاعد ودائما وهنا كمان بالذات في عام 2020 لما طبعوا أموال كثيرة جدا ولكن بشكل عام مع ارتفاع هذا المؤشر فهذه الأموال راح تلاقي طريقها علشان تدخل عوائد سنوية تدخل أرباح أو مهما كان وعشان كده تشوفوا الأسهم وتشوفوا العقارات والكريبتو وبقية الأسواق ترتفع بشكل كبير جداً لما تحصل طباعة أموال والآن راح تشوفوا طباعة أموال هائلة جداً مرة أخرى وخمنوا يا جماعة حتى على الرغم من أنه نعم الفيدرالي مش عايزين يقولوا هذا الشيء المؤسسات مش عايزين يقولوا هذا الشيء ولكن الأصول راح ترتفع بشكل هائل جداً لأنه هذا هنا راح يوصل إلى قمة جديدة كميه الاموال في السوق راح تزداد بشكل هائل جدا ونعم هذا هنا راح يكون شيء رائع جدا للاصول والان احنا عند مستويات قريبه جدا من ان نوصل الى مستويات قياسيه ولكن هذا هنا فقط البدايه وهذا الشيء راح يستمر طيب غير كذا فقط كمعلومه جانبيه دونالد ترامب حاليا الان ما يقارب 50 50 يعني نص بنص احتماليه بانه راح يفوز وحاليا لسه متبقي 40 يوم على هذه الانتخابات فاحنا نقترب من هذا الموعد بشكل سريع جدا فراح نشوف جماعه زي ما قلنا في السابق اكيد كل الناس الداعمه الكريبتو عايزين بانه دونالد ترامب يلحق ويكون هو المتقدم في هذه الانتخابات ويفوز بالانتخابات علشان الاصول ترتفع بشكل كبير جدا والكريبتو ترتفع هذا كل شيء عندكم اليوم بالتوفيق للجميع واشوفكم في الفيديو القادم